مسلسل ابن حران يعرض المسلسل قصص عشق تكللت بالفراق وتوجت بالبعد ليخيم بذلك الحزن على جميع أرجاء الصحراء التي وقفت عاجزة عن لم شمل من يحب بسبب العادات والتقاليد القبلية والصراعات على الزعامة ما بين زعماء القبائل المختلفة. المسلسل من تأليف خالد حمدي وإخراج حسن أبو شعيرة، وإليكم أبطال المسلسل بعد 33 عاماً.